دشن المنتخب السعودي الأول الاثنين أولى تدريباته ضمن معسكرية تحضيري بمدينة جدة، والذي يمتد حتى 28 من مارس الجاري، يخوض فيه مبارتين تجريبيتين، الأولى ضد فنزويلا في 24 من مارس، والثانية ضد المنتخب البوليفي في 28 من نفس الشهر. أصدرت اللجنة المنظمة لبطولة الدوحة الدولية لكرة القدم جدول منافساتها، والتي يشارك فيها المنتخب السعودي تحت 23 عاما، ويفتتح المنتخب السعودي مبارياته بمواجهة تايلاند ثم المنتخب الكويتي. منح الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلا بفريق عمل توثيق تاريخ كرة القدم السعودية الأندية الفرصة لإرسال المستندات التي تدعم المشروع بالكامل، وذلك خلال الاجتماع التأسيسي الأول الذي احتضنته الرياض الاثنين. أعلنت لجنة الانتخابات بالاتحاد السعودي لكرة القدم انفراد قائمة رئيس اتحاد الكرة الحالي ياسر المسحل بالترشح للانتخابات القادمة، بعد أن تم إغلاق باب الترشحية الأسبوع الماضي دون تقدم أي مرشح سوى المسحل. إلى بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، وفي إياب الدور الأول حيث يستقبل الثلاثاء نادي شبيبة الثورة الجزائري فريق الكويت الكويتي على ملعب ميلود هدفي بمدينة وهران. حدد الاتحاد الآسيوي ملعب الملك فهد الدولي مسرحا لذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال السعودي ونظيره أوراوا الياباني السبت 29 من أبريل المقبل.